بعبور حاجز 6000 إصابة بفيروس كورونا، دخل العراق مرحلة الخطر الحقيقية التي تستدعي القيام بإجراءات عاجلة قبل وقوع الكارثة، خاصة بعد إصابة عدد من الكوادر الطبية التي تواجه الجائحة منذ بداية الأزمة. اللجنة العليا للصحة والسلامة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عقدت اجتماعا موسعا مع خلية الأزمة النيابية، واتخذت مجموعة من القرارات التي من شأنها الحد من انتشار الوباء في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى. فرض حظر التجوال التام في بغداد والمحافظات كافة لمدة أسبوع ابتداء من تاريخ 31 من أيار ولغاية 6 من حزيران من العام الحالي. تشديد الجهات الأمنية إجراءاتها داخل المناطق الشعبية، ومنع جميع أشكال التجمعات التي تساهم في انتشار الفيروس. قيام شبكة الإعلام وهيئة الإعلام والاتصالات والشرطة المجتمعية بتوعية المواطنين ميدانيا وإعلاميا، والدخول إلى الأزقة والأسواق ومعالجة الظواهر السلبية بأسلوب حضاري. إلزام جميع الأشخاص بارتداء الكمامة خارج المنازل وعدم السماح لهم بالتنقل بدونها. قيام مفارز شرطة المرور باحتجاز أي سيارة تحمل أكثر من العدد المقرر 50% من سعتها، وعدم ارتداء الكمامات للأشخاص الذين بداخلها ودون استثناء. السماح لمحال الأغذية والفواكه والخضر والأفران بالعمل بشرط عدم جواز وجود أكثر من 5 أشخاص داخل المحل وارتداء الكمامة، وفي حالة المخالفة يتم إغلاق المحل المخالف. يسمح للمطاعم بالعمل بنظام خدمة التوصيل المنزلي، وفي حال وجود زبائن داخل المطعم يتم إغلاقه. يسمح للصيدليات بالعمل مع وجوب ارتداء الكمامات لجميع العاملين والمراجعين. منع الشرائح المستثناة كافة من استعمال مركباتهم للعمل بها كسيارة أجرة، وتحجز في حال المخالفة. تعطيل المؤسسات الحكومية كافة، ويستثنى منها الصحة والجهات الأمنية والدوائر الخدمية، وتشمل الكهرباء، البلديات، أمانة بغداد، الزراعة، الموارد المائية. تتابع الفرق الصحية في دوائر الصحة كافة الأسواق والمطاعم للإشراف على الالتزام بالشروط الصحية والإجراءات الوقائية، والتأكيد على الالتزام بالقرارات والتعليمات السابقة ذات الصلة. تحديد موقع الحجر الصحي للقادمين من خارج العراق من العاملين في بعثة اللجنة الدولية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والجمعيات الوطنية التابعة لهما العاملة في العراق داخل مباني اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مع مراعاة التعليمات واللوائح الصحية المقررة من وزارة الصحة بهذا الشأن.